في وفاء بقى هنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وفاء وفاءنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل في إن إحنا دايما نذكره ونصلي عليه. عليه أفضل الصلاة ونلتمس خطواته ونلتمس هدايته ونعرف إن هو مشتاق لنا. وإحنا كمان والله يا رسول الله اشتقنا إليك والله العظيم. والله اشتقنا إليك يا رسول الله مشتقين أن نشرب من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ومشتقين لشفاعتك، ومشتقين يا رسول الله أن نكون معك في جنة عرضها السماوات والأرض. والله يا حبيبي يا رسول الله، وأعمالنا كلها بتعرض عليه في الحديث الصحيح، قال إنما أنا فرط لكم سابقكم على الحوض، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. يعني هو إحنا دلوقتي بنتكلم أهو، تعرض عليه أعمالنا،